كل واحد رفحاوي انطوه يومية 40,000 امتياز بالإضافة. 40,000 بالشهر يوميا تساوي 1,100,000 بالسنة. هاي للواحد، هاي دير بالك، بالسنة تساوي 144,000,000 للواحد. إذا عائلت 10 نفرات الأخ ياخذ 1,440,000,000 باسم قانون رفحة. اعطاهم حق الاقتراض من الإسكان، بنك الإسكان وبنك العقاري 50,000,000 50,000,000. أما الزراعي فما حدد له، فالجماعة سوا راحوا على الزراعي. زين، حتى يعني حتى احنا العراقيين هم علمونا اهلنا، قال حتى ما تريد تاكل بين عيونك خل الله بين عيونك. شنو انتم؟